تداعيات سلبية طالت اقتصادات دول عظمى بسبب جائحة كورونا، لكن رغم ذلك كان للأزمة جوانب إيجابية انعكست على الاقتصاد المصري. فقد زاد الاستهلاك في مصر بنسبة 20%، ما أكد وجود طلب قوي على السلع المختلفة، يجنب البلاد الركود الاقتصادي. وعادة ما يكون الطلب المحلي والإنفاق هو المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي، باعتبار مصر منتجا كبيرا للمحاصيل الزراعية والكثير من السلع الغذائية. فقد انتعش التصدير الذي يعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة. فقد استفادت قطاعات إنتاجية من الأزمة، أبرزها زراعة البرتقال، حيث أصبحت مصر أكبر مصدر في العالم لهذا المنتج، مستفيدة من زيادة الطلب عليه بعد تفشي الوباء كونه من مصادر فيتامين سي. وسجلت مصر العام الماضي عائدات بنحو 2,300,000,000 دولار من تصدير البرتقال فقط. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في العام الجاري مع ازدياد الطلب العالمي. وتتميز مصر بقدرتها على إنتاج البرتقال بتكلفة رخيصة، مما يعزز من فرص صادراتها أمام منافسيها. كما أن أكبر منافس لها وهو إسبانيا كان من أكبر المتضررين من وباء كورونا. احتلت مصر أيضا المرتبة الأولى عالميا في تصدير الفراولة، وارتفعت صادراتها لتصل إلى 165,000,000 دولار، بينما في السابق لم تكن تتعدى 11 مليونا، ما يؤكد ثقة العالم في المنتج المصري الذي يتم تصديره إلى الدول الكبرى وأبرزها ألمانيا وروسيا وهولندا. تزايد الطلب العالمي أيضا على بقية أنواع الخضروات والفاكهة المصرية، ليرتفع إجمالي عائداتها إلى نحو 821,000,000 دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب 812,000,000 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أما قناة السويس، وباعتبارها مدخلا مهما للعملة الأجنبية، فقد انتعشت حركة الملاحة فيها، خصوصا مع توقف حركة الطيران، حيث سجلت خلال الثلث الأول من عام 2020 عائدات بلغت 1,907,000,000 دولار، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه 1,869,000,000 دولار بفارق 38,000,000 دولار. وقبل أيام مرت عبر قناة السويس أكبر سفينة حاوية بالعالم، ودفعت رسوم عبور 1,000,000 دولار، وهو ما أكد الأهمية المتزايدة لتوسعة القناة التي افتتحتها مصر عام 2015 كأحد أكبر المشروعات القومية. يعني لولا القناة الجديدة لقناة السويس ما كناش قدرنا نعدي هذه السفينة. لا، ما كانش هتعدي طبعا، ولا كان عدد السفن هيعدي العدد اللي بتعدي دلوقتي. مكاسب مصر من المحاصيل الزراعية والنقل البحري أكدت وفق خبراء نجاح خطط الحكومة المصرية التي استثمرت في زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع 1,000,000 فدان وتدشين قناة السويس الجديدة، وهي مشاريع ساعدت على حفظ الاستقرار الاقتصادي في أوقات الأزمات.